أستاذة عبد الحليم، وحضرتك بتقول النظر إلى سوق العمل، هل طبعًا. حضرتك تعني في هذه النقطة تحديدا النظر إلى ما يتطلبه سوق العمل، ولا مصر يجب أن تواكب أيضا ما يحدث من تطورات فيما يتعلق بسوق العمل؟ لأن هذه النقطة تحديدا إحنا يمكن شفنا كتير من مؤسسات الدولة بتعمل حتى الحديث عن التعليم، دخول تخصصات جديدة فيما يتعلق بالتعليم لتواكب سوق العمل. علاقة التعليم بسوق العمل علاقة جوهرية، وأنت تعرفين والكل يعرف أنه في مناقشات في هذا البلد عمرها 40 سنة تقريبا بعناوين ضخمة، التعليم أمن قومي وتعليم أمن قومي ومش اتنين، أنه كل ما واحد يشوف تجربة ناجحة في أي حتة يقولك ناخد من ده فنجرب، فبقى نظامنا التعليمي على ما هو عليه الآن يعني بواقف فساتين. طبعا إصلاح النظام التعليمي جوهريا فوق الانتقال من الحفظ والتلقين إلى الفهم والابتكار عنصر مهم جدا، لكن أهم حاجة كمان أن يرتبط نظامنا التعليمي بنموذج التنمية الذي نريده. يعني إحنا عاوزين إيه في التنمية؟ عاوزين الناس دي نعمل بهم إيه؟ ومن هنا جرى تطور خاصة في التعليم الجامعي في السنوات الأخيرة يتعلق بإنشاء الكليات التكنولوجية ليه؟ لأنه ببساطة جرى رد الاعتبار لقيمة العمل وقيمة التصنيع. طبعا في السنوات الأخيرة الدولة أدركت أهمية التصنيع الشامل للبلد، لأنه بدون تصنيع شامل وصولا للثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي لا إمكانية لحديث عن أي تقدم. هذا هو الفارق الحاسم بين الكيان المتخلف والكيان المتقدم، هو التصنيع الشامل قبل وبعد كل شيء. ومن وجهة نظر حضرتك أين تقف مصر تحديدا فيما يتعلق بالثورة الصناعية والتحول الرقمي؟ يعني تحاول. في تقدم ملموس حاصل في هذا القطاع تحديدا؟ في تقدم قد ألحظه في شيئين. واحد، أنه ما نسميه المشروعات القومية الكبرى أو بنسميها أنا مشروعات العمران العام، بدأ في الدائرة الخارجية اللي هي فكرة المدن الجديدة وشبكة الطرق الحديثة وإلى آخره ومحطات الطاقة، وهذه كلها أمور ضرورية جدا لأي نهوض. ثم بدأ الدخول إلى قلب المصري القديم من حول النيل في المدن بمشروع زي سكن لكل المصريين وغيره، ثم مشروع تطوير الريف. في القلب المصري المشكلات مختلفة عن الدائرة الخارجية. في الدائرة الخارجية أنت تبني في فراغ، مضمون هذا البناء أن أنت توسع في مساحة العمران المصري، بدل الناس قاعدة 7% تقعدهم في 14% تقعدهم يعني بي بي بي. وهذا أمر واضح جدا ليس فقط في المدن الجديدة، إنما في مشروعات زراعية زي مشروع مستقبل مصر اللي تتطور لمشروع أكبر اسمه الدلتا الجديدة وغيرها. أيضا حتى في انتشار القواعد العسكرية في مفهوم جديد لجيش، بدل التقسيم القديم بتاع المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية، في نسق جديد مضمونه إن هذا بلد يريد أن يتحرر من الضيق المعايش التاريخي إلى مساحات أوسع. هذا الكلام أيضا الدخول على القلب القديم اللي هو المكتنس سكانيا والمكتنس بمشكلاته، أكيد مشكلاته أكبر. بس فهذا التحول موجود، وإحنا نتكلم عن كيف التوازي مع هذا التحول. تفضل. إدراك للعلة الرئيسية في الاقتصاد المصري اللي هي فكرة إيه؟ أن الإصلاح المالي والنقدي على العين والرأس حاجة عظيمة، وإن كانت طبعا سببت يعني تحمل الأعباء كما قال الرئيس السيسي نفسه أغلب المصريين. أنا أقدر هؤلاء المصريين الذين تحملوا هذا العبء وعانوا منه بحوالي 90 مليون من عدد سكان 90 مليون من عدد سكان مصر الإجمالي. لكن كمان جرى إدراك في الفترة الأخيرة إن إحنا عاوزين نتحول حتى بتعبيرات المسؤولين الرسميين وزير المالية وغيره من اقتصاد الريع إلى اقتصاد الإنتاج. ألم يكن خليني أن أنتقل، وبالتالي التصنيع في قلب اقتصاد الإنتاج. أستاذ عبد الحليم، في النقطة دي تحديدا الانتقال والنهوض بالمواطن المصري، يعني نقدر نقول إن مشروع حياة كريمة بكل ما يمتلكه وتحته من مبادرات هو اللي يقدر يوصل أو يوصلنا لده في قرى الريف المصري تحديدا بصفة اللي بتعاني من مشاكل بشكل أو بآخر؟ طبعا بصفة عامة التقدم ما فيش بلد في الدنيا بيخلو من مشكلات، لكن طبيعة المشكلات اللي هو إدراك المشكلات والعمل على حلها، التقدم بيغري بمزيد من التقدم. حتى لا نتخيل أنه في إمكانية لبناء جنة على الأرض، جنة موعودة، لكن الذي يحدث الآن هو في مشروع مبادرة حياة كريمة، هو أنه هذا مشروع ضخم جداً
اولا ضخم في 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 في, في ما رصد له من مال 700 مليار جنيه يعني نحو 45 مليار دولار. اثنين المده القصيره المطروحه اللي هي 3 سنوات، مفترض انه يبدا او بدا بالفعل مع اول يوليو الجاري. الكلام عن التعبئه العامه التي ينطوي عليها المشروع، احنا شفنا الرئيس السيسي في الكلام عن استعراض المعدات العامله في المشروع، كمان شفنا وطبعا وهنشوف افتتاحات اخرى بصور اخرى في الايام المقبله، لكن الفكره الجوهريه هنا وده اللي له علاقه بكلامي ان الرئيس السيسي قال كل ما يحتاجه هذا المشروع الاولويه للمصانع المصريه، كل المعدات التي يحتاجها هذا المشروع. يعني ايه كل المعدات؟ انت بصدد تجديد شامل في بنى الصرف الصحي مثلا، وطبعا الريف المصري مش بس الاف القرى، في عشرات الالاف من التوابع النجوع والكفور وغيرها. فهذا اقتحام لمشكله ضخمه جدا مش بس تخص اكثر من نصف السكان، لا تخص اوضاع جرى اهمالها بالتراكم لفترات طويله جدا. في كل قريه من اول الجمعيه الزراعيه لحد الوحده الصحيه لحد طبعا الصرف الصحي والشبكات المياه وشبكات الكهرباء والطرق طبعا الواصله للقرى ما بينها او في داخل او في دواخلها، كل هذا عمليه تجديد الشامل للريف المصري انا اعتقد انه بيعكس انحيازا اجتماعيا واضح ليه كده، لانه صحيح انه الفقر موجود، حتى المشاكل الفقر موجوده في الريف وفي المدينه، لكن موجوده في الريف بثقل اكبر.